عليكم ومرحبا بكم في وصفه جديده. اليوم ان شاء الله كما راكم تشوفوا رايحين نديروا لوبيا خضراء، وهذه المره راح نديرها لكم بطريقه مختلفه. رايحين نفوروها كما راكم تشوفوا. بعد اللي نقيتها وغسلتها درتها في كسكس ورابيت عليها الثوم، وراح ندير عليها نص جومبو. رايحين نغطوا عليها في الكسكس ونخلوها تفور حتى اللي يطيب لنا. كما قلت لكم انا درت هنا جومبو تاع الدجاج، نفتو ونخلطو على ديك اللوبيا ونخلوها طيب. نخلطها مليح حتى تدخل في هذيك اللوبيا ونغلق، وراح نحطوه فوق الطنجرة ونخلوها طيب. وهنايا في طاجين، انا خدمت بالطاجين، تقدري ديري في لاكوكوت عادي، كل واحد وكيفاش يدير. انا درت طاجين، درت فيه الثوم والزيت والزبده، ورايحه نقلي فيه مرصود تاع الدجاج. نخليهم يتقلاو حتى يدو تحميره، نغطي عليهم الطاجين ونخليهم حتى يتقلاو مليح. وورق عرض راني ما ذكرتهاش، خلوهم مده من الزمن، ورايحين نفتحوا عليهم. نشوفوا راح نزيد عليهم البصل قطعتها رقيقة، نخلط الدجاج مع هذاك الرند والثوم ونخليها تزيد تتقلى. بعد ما تقلينا البصل والذيب، شوفوا كيفاش ذابنا البصل، راح نزيد عليهم التوابل. عندي زنجبيل، راح نزيد عليهم فلفل اسود والقرفه وفلفل احمر، ونزيدوا عليهم الملح. هنايا الملح ما كثرش باسكو اللوبيا راهي فيها الجومبو، الجومبو مالح. نخلطوا الدجاج مع البصل والتوابل ونخلو البصل حتى اللي يتكرمل، نغطوا الطاجين ونقصوله. شوفوا هنا بعد ما ذابنا هذاك البصل نخلطو ورايحين نمرقو. هنايا ما نكثروش الماء باه تجينا لاصوص بنينه. راح نغطيو عليها ونخلوها طيب، وكيما قلت لكم رايحين نطيبو على نار هاديه، مانيش رايحين نديرو لا كوكوط. شوفوا هنا بعد اللي طابلنا الدجاج ونقصتنا لاصوص، راح نزيد عليهم زوج حبات طوماطيش كنت ميكسيتهم في لاشوار، ورايحين نصفي هذه لاصوص، نحي منها الدجاج. الدجاج نديروه يتحمر، ولاصوص رايحه نخدمها بالبغا ميكسور باش تجينا لاصوص خاطره. بعد ما خدمنا ديك لاصوص وميكسيناها، رايحه نزيد عليها اللوبيا. هنايا اللوبيا بريسك راهي طايبه ولاصوص عندنا راهي خضره، رايحه نزيد لها للنار ونخليها تتجمر. شوفوا هنا بعد اللي تجمرت لنا لاصوص، راح نزيد عليها المعدنوس ورايحه نطفي النار. هنايا اللوبيا تاعنا رايحه نسير بها في البلا وتشوفوها معنا في الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي تاع بلا تاعنا تاع نهار اليوم. اللوبيا درتها بطريقه مفوره،
كنت حمرت الدجاج وقليت البطاطا، ستفت البطاطا ودرت عليها لاصوص وزينتها بالمعدنوس، وهذا هو كان الشكل النهائي تاع اللوبيا تاع نهار اليوم. وكنت رافقت اللوبيا ما درت معها خبز تاع الدار ولا الكسرة. راح نخلي لكم لقطات، واللي حبت الوصفة دير لي في التعليق وان شاء الله راح نديرها لكم، وراح نخلي لكم رابط تاع الوصفة تاع خبز الدار ولا الكسرة في صندوق الوصف، كنت ديجا خدمتها معكم في القناة. شوفوا الكسره كيفاش تجي دايره، هذه خدمتها بالسميد، هي نفس لاغوسيت اللي خدمتها معكم بالفارينة. اوليو بها ديري كامل الكيسان، نقصي كاس تاع فارينة وزيدي عليه كاس تاع سميد رطب بنفس الطريقه ونفس المراحل، راح تجيكم بزاف هايله. وهذه الكسره تجي خفيفه، شوفوا كيفاش تجي دايره، تجي مشبكه. هنايا راهي سخونه راني نوري لكم فيها. وكانوا هذو هما الوصفات تاع نهار اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. واللي مازال ما اشتركتش في القناه نقولها ما عليك غير ديري ابوني وما تنساش تبارطاجيو الفيديو مع احبابكم. تهلاو في روحكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، في امان الله.